الشبلية تمثل مختلف مدن المملكة المغربية ثمان جهات حاضرة في إدريس، أكثر 120 عارضة في الكويرة معرض الجدية على امتداد أيام العشر. السلام معكم عبد الله كل حيان من مدينة أكادير وبالضبط مدينة بيكو. كنشكروا وسائل الإعلام اللي حاضرين معنا هنا في مدينة فاس، كنشكرهم جزيل الشكر. الصراحة هما كانوا في المستوى، يعني كلشي كان في المستوى، الصراحة كلشي كان في المستوى، كلشي كان في المستوى جيد. كنشكرهم جزيل الشكر. كنشكروا كاع الحاضرين اللي حاضرين معنا في مدينة فاس في المعرض الوطني للجلد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بوعقة حورية عارضة من مدينة مكناس، داكشي ديال الدباغة ديال العنزي والبقري والغنمي. كان الدباغة الزوج ديالي كيدير داكشي ديال الدباغة أكثر من 50 سنة، وكيدير هادشي ديال الدباغة القومي عبد الرحيم. الحمد لله دازت هذه الأولى، النسخة الأولى دازت مزيانة، شاركنا فيها، كان المنتوج زوين، كلشي داز مزيان، لا من ناحية التنظيم لا من ناحية كلشي داز زوين. وما كتبش، جا كوفيد وتحبسنا، وان شاء الله دابا عاوتاني تعاود هذا المعرض، وكنتمنوا الخير ان شاء الله وبدايه موفقه وكلشي الحمد لله. بدينا كنبيعوا المنتوج ديالنا من البارح ان شاء الله، من الافتتاح ديال البارح واليوم ان شاء الله داز داكشي كلشي مزيان، والله يوفق الجميع. وكنتمنوا هذا الشيء يستمر ان شاء الله، والمنتوج ديالنا يبان في الدول الاوروبيه ان شاء الله يا ربي، ونبقاو نصدروا هذا الشيء لاوروبا ان شاء الله يا رب. السلام عليكم، عبد الصمد الإدريسي المسؤول عن فضاء الطفل بالمعرض الوطني للجلد. كما كتعرفوا المعرض هو امتداد من 15-14 شهر. الخدمات مجانية هنايا في فضاء الطفل داخل ضمن الفعاليات. كما كتعرفوا المعرض يقام على المساحة ديال أزياد من 4000 متر مربع، يشارك بمجموعة من العارضين والعارضات اللي كيمثلوا ربع المملكة جميعا، جميع الجهات، فضاء مؤسساتي وكذلك فضاء الطفل اللي كتشوفوا هنايا. كنقوموا مجموعه ديال الانشطه، منها التلوين، منها كذلك انشطه تربويه وترفيهيه للاطفال اللي ديال الزوار. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.